السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. في البداية صلوا على الحبيب، ومن صلى على الحبيب قلبه يطيب، اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. طبعا رجعنا لشغلتنا اللي في بطحة قريش، عشان الحمد لله صبوا مادة، وإن شاء الله بإذن الله راح نكسر الصخرتين اللي عاد باقية بإذن الله، إنك نسحبهم بالباكت ولا نحتاج الدقاق. لو احتاجنا الدقاق ركبنا. احنا الآن بنحاول بالتي هي أحسن إنها تجينا، عشان إذا ما جتنا الآن بنجيب ركب لها الدقاق البديل، والله يجيب ما في خير إن شاء الله. خلوكم معانا عشان نوريكم. يا ساتر يا ساتر. طبعاً الظاهر إنه لازم دقاق صراحة، في داعي نتعب الباكت. الباكت مو ناقص أصلاً، قالوا شغل كثير، فالله يكون بالعون صراحة، الله يكون بالعون. راح أنظف من تحت اللي أقدر عليه، وفي أماكن كمان بنظف من تحتها علشان في معي كمان صخرة طلعت، ممكن إن شاء الله نحتاج إن ندقها، فلازم تكون نظيفة قبل لا أنا أركب الدقة. ماشي. طبعا أنا بشرح لكم الآن عشان أشغل لكم بعدين صورة مريم للقارئ ياسر الزيلعي، فلأني ما راح أتكلم بعدين دعواتكم. الله يوفقك يا رب، يوفقك يا رب ويسهل أمرك. تعال يعني ما هي غيره. تعال يا معين، يا ميسر، يا كريم. بسم الله. هذه ما جت شكلها، ما نزلت تحت. ايش رايكم؟ لازم دقاق. الله لازم دقاق. والله هذا اللي انا خايف منه يا جماعه، لكن ان شاء الله الله يعين ان شاء الله. هذا برضه كمان جبل، بس ان شاء الله انه بينسحب. ايوه تمام. عليك ينام ينام، الله يوفقه ان شاء الله. الجار لجاره يا طيب، الجار لجاره. ما شاء الله تبارك الله. روح يا حبيبي روح، ما شاء الله. الجدار عاملين لها تدعيم الغالي، ما يحتاج ان شاء الله، عليه حماية وأموره طيبة. طبعا عمر البوكلين الفولفو هذا ما تركب عليه دقاق غير حقه الأصلي، اللي هو اللي اشتريناه من الشركة، فنسأل الله أنه يوفقنا إن شاء الله ونركب الدقاق هذا البديل، ويكون شغله ممتاز بإذن الله. دعوة هنا ارتفاع هنا. تعال هذا اللي ما حسبنا حسابه. هذا توقعت انا اني الاقي. الله يسعدك يا حبيبنا، الله يحفظك. انزل انزل، الله يحفظك. ارحب يا حبيبنا، ارحب، الله يسعدك. صلوا على الحبيب يا جماعه، من صلى على الحبيب. لا دحين بتروح، دحين انا دحين بتجي قصدي.
بس انا حبيت اني اشرح قبل لا ابدا ان شاء الله بالفقره. يدوب الان ان شاء الله بنشغل لكم صوره مريم القارئ ياسر الزيلعي، لانه اصلا قد وانا بنزل اركب الدقاق في دعواتكم. موجود ان شاء الله باذن الله موجود. صلوا على الحبيب، بس ومن صلى على الحبيب قلبه يطيب. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم عليك يا خير خلق الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا كريم العطايا يا الله، يا كريم العطايا يا كريم، أعنا يا الله على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا كريم. ريان اي والله العتلة ها يبنا ذبيحة اليوم ذبحة فيها. الله بنجربها دحين ان شاء الله الدقاق، باذن الله ان الدقاق يزبط معانا، بس باذن الله انه يزبط معانا. انك والله صراحة اشكرك يا حبيبي. طبعا انا بحفر على الجبل هنا شوي لانه من جوه كتان، لكن سبحان الله في عروب ما نقدر نسحبها ابد خير شر، بنحتاج ان نوسع على مكان الصخر عشان نقدر نسحبها ونقدر ندقها ان شاء الله. يا ميسر يا كريم، دعواتكم الله يسعدكم دعواتكم. يا جمع علي وينك يا جمع علي؟ يا الله عينك يا رب، وانت المعين يا كريم يا رب، كن بالعون يا رب يا كريم. دعواتكم يا جماعة، الحين ان شاء الله بنركب الدقاق، نعمل له تسوية بس عشان ما يتعبنا، نسويه من هنا. ايوه يا الله يا الله، وانت الكريم يا الله، وبعون العبد المسكين يا كريم. تعال ابو امين تعال. خلي المويه يجي يرش لنا الارض ويرش لنا دقيقه الله لهينكم بس عشان نتصل عليه وبعدين ننزل نشغل لكم صوره مريم للقارئ ياسر الزيلعي. ابقى على احمد الشريف، احمد شريف عندك، او بلال في المعيصم، كلهم ميكانيكيين ما شاء الله ممتازين. طيب رد يا اخي تعال سريع ها. يلا سلام عليكم، صباح النور. عجيب والله يا احمد الآن يا جماعة نستمع لآيات بالذكر الحكيم للقارئ ياسر الزيلعي. بسم الله وعلى بركة الله، أسأل الله التوفيق لي ولكم، أسأل الله أن يكون معانا وأن يوفقنا وأن ييسر أمرنا. فك الساعة، نزل الساعة عشان ما نقعد نخبط فيها. بسم الله الله يرفع قدرك.
يلا دحين ان شاء الله يا جماعة خلوكم قريبين، ها نلبس ال صارت عادة والعادة عبادة يا جماعة. صلوا على الحبيب، ومن صلى على الحبيب قلبه يطيب. انت الجميل، يا جمال افتك. الحين بنجرب العتلة، الله يستر، بس ان شاء الله بس يدق الدقاق. نطلعينا من الورشة الان، لازم ندبلها. ما عندي قستات والله، اعتذر يا حبيبي. بإذن الله لو في شغل على طول بكلمك، والله أبشر. أشيم الله يصلحك بس. عندي القماش الأبيض، عندي بس احنا بنستخدم هذا عشان الشحم. الان الجو بارد، في الحار نلبس الابيض. يلا دعواتكم، اسمعكم صورة مريم من القارة، ياسر الزيلعي. يا رب بسم الله. وينك يا ياسر الزيلعي، وينك؟ نقول بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة الا بالله، يا معين الصابرين. دعواتكم بالله، دعواتكم. القروشه الان بتصير ان شاء الله، ان ربي ييسره ونفك الخوابير ونركب خوابير والامور طيبه يا كريم.
حسن الاستماع، الله يرفع قدركم. نكمل آيات وذن آيات وذن نون الإسلام صبحي. بسم الله. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، صبحكم الله بالخير جميعا. في بداية عملنا بهذا الدقاق، أسأل الله التوفيق للجميع. قول يا رب، قول يا والله ودي أحضنه يعني صراحة، ما أكذب عليك يعني. شيخ طاهر أرحب يا روح الرياض، الله يا روح الطايف على راسي والله. شوف هذه الصخرة طالعة شوي، وين وين وينك وينك وين 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 شفتها أنا؟ ايوه هذه بسم الله يا ساتر. مو راضي يدق يا جماعه، مو راضي يدق. بسم الله. الحماس الزايد يجيب التوتر، والله العظيم مو كويس. الواحد لا يكون متحمس على الاخر. الزر حق الدقاق ما شغلت الزر حق الدقاق، قلبي يبغى يوقف الان. شوف بسم الله، طق طق. ما شاء الله. لحظه بنحاسب هذا بس. ايوه هذا كله جديد، ها دقاق كله جديد. اول خربان الحمد لله. اتى صرف 10 ولا 100؟ في عندك 40 صرف؟ ما في. 50 صرف؟ ما في. في 50؟ خلاص بعدين. انت باقي عندك كم؟ 60. اوكي باقي عندك 50. 50 لو موجود. شوف سواقه. ايوه يلا بسم الله. صلي على الحبيب يا جماعه، من صلى على الحبيب قلبه يطيب. السكين تخرب، لسه ما دقينا يا جماعة. اوه ابوي لسه ما دقينا، قد تخرب السكين. اه يا قلبي، اه يا قلبي. بس يلا جاب لنا الصرف، خليه يعطونا الصرف اول. خلاص اوكي اوكي. الله يوفقك. بسم الله بسم الله، توكلنا على الله. يا معين الصابرين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احد يسجل لنا الشاشه يا جماعه. طبعا هذا الشاشة بس عشان نوريكم ايش اللي بيصير. هذا طويل العمر يا جماعة الخير، هذا عشان تشوفوا، هذا قبل ما ندق. تمام، لأن في كثير قالوا ما بتقعد معك حتى ساعتين. هذا قبل لا ندق. طبعا بنجرب العتلة دحين ان شاء الله. عادي عادي ما عليك، هذا قبل لا ندق ان شاء الله. وبنقول بسم الله بسم الله ما شاء الله. لحظة ننقص الدقاق، ننقص الدقاق. أوريكم كيف بنقص الدقاق، أوريكم دقيقة. خلي على 160 دقة. تمام تمام، على 160 دقة في الدقيقة، يعني 160 دقة في الدقيقة.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. خلاص احنا بنجيب الراس هذا بس. وللاسف للاسف بدأت العتله. يا ربي لك الحمد. يبغى نضبط له الجلب بس. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على الحبيب، ما شاء الله. صلوا على الحبيب يا جماعة. ومن صلى على الحبيب قلبه يطيب. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. صلوا على محمد، صلوا على الهادي الامين، صلوا على المختار سيد المرسلين. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. قول بسم الله. اللهم صل على الحبيب. ما شاء الله تبارك الله. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد والشكر على منك وفضلك يا رب. ما شاء الله تبارك الله. الحجر زبدة ترى ما في إزعاج. ما شاء الله تبارك الله. دعم الله يعطيك العافيه، وجودك اكبر دعم. يا شو اسمك والله اني استغفر الله العظيم. يا سام
شاء الله ما شاء الله. دقيقة أنا قاعد أبرمج برمج على قولكم. أشوف أشوف ما شاء الله الـ RPM كم مع الدق. ما شاء الله تبارك الله. مية وستين ضربة في الدقيقة. لا لا هي أصلاً القصة هي أصلاً هذه بس، هذا النزول بس، ما في أكثر من كذا. وين مرة ثانية؟ ما في لا مرة ثانية ولا ثالثة، هذا بس نسحبه خلاص إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. شوف بنقصه بنخليه 140 بنخليه 140 ها خليناه 140 دقة في الدقيقة. برضه ممتازة ما شاء الله. والله العدل السكين ما شاء الله. صامت 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 صامت. اذا ضربت توجع. رحم الله والديك يا شيخ. فولفو 2015 210 والدقاق عبيد الفا بلس معروف بعبيد يعني. طبعا الدقاق حق الفولفو في الورشه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. صلوا على محمد الله يسعدكم. صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم عليك يا خير خلق الله. اللهم صل وسلم عليك يا خير خلق الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قلت على اساس بسحبهم بالباكت ما رضي. هذا يقول لك دقهم بالدقاق قبل لا يخرموهم.
الكهرباء تتحرك. هذه بالامام ما يراضيها، هذه ما يراضيها. يجي ان شاء الله. هذا مخرم، مخرم هذا مخرم يا حبيبي، المفروض على طول يجيك. كانت هنا سكينة يا قوم راحت. راحت راحت عندي صح. المحايه لا تيوش لعندي، القزاز وكسرته. اي ما شاء الله، اي ما شاء الله، اي ما شاء الله، اي ما شاء الله، اي ما شاء الله. حبه 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 يا مدير، كل شيء جاي، كل شيء جاي، كل شيء جاي بالطريق. نسيت والله اني نسيت، والله اني نسيت، عشان تدري اني ما اني مركز مع الجوال، نسيت والله. ابشر جبنا العيد قبلها لكن الله يعوض. يلا يا جماعه بنوقف عشان نروح نجيب لنا فطور، اروح اجيب فطور ان شاء الله وارجع لكم. ماشي دخلها في المويه طلعها، ما عاد في مويه ولا كان ولا كان قال ما شاء الله. ايوه هذا الكلام، هذا الكلام اللي نتكلم عليه.
الله ما شاء الله ما شاء الله. ماشي يا لو انك فاضي كويس انك ما انت فاضي. اي ما شاء الله صل على الحبيب يا جماعه. ما شاء الله تبارك الله الدقه حقه ناعمه مره. حبيب يا جماعة تعال ابشر والله تمدد هنا فوق الصخرة نعمل لك كم دقة. يلا يلا تعال اللي ظهره يعوره. ابشروا والله ابشروا بساعدكم. اني ولد ابوي ما ساعدكم كيف ما ساعدكم؟ انتوا تامروا امر بس انتوا تامروا امر. على 50 يا مدير على 50 على 50 على 50 على 50 دقتين في الرأى الا في الظهر. ابو جودن طبعها بالخير. كذا والله صراحة بس على كذا انتهينا يا جماعة. والله من الصباح بروح اجيب لي فطور صراحة جوعان. ما تعشيت امس نمت على خفيف من... يا اخي النوم يا زين النوم لما تنام بدون عشاء والله العظيم تنام وانت مرتاح كذا. الحمد لله على كل حال. عموما بنروح نجيب فطور وبعد الفطور ان شاء الله نرجع لكم. افضل نوع الهونداي ونعم والله من قال لك اني ازعل بالعكس معده جباره. اي والله حق عد ساعات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقول صل على الحبيب ومصلى على الحبيب قلبه يطيب. بعد ان شاء الله الفطور نرجع لكم بإذن الله فنراكم إن شاء الله قريبا وعلى خير. نقول سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب يا جماعة صلوا على الحبيب على بال ما أجيكم. الله يسعدكم دنيا وآخر قولوا أمين. صلوا على الحبيب. والله أنا أحبكم في الله يا جماعة والله حقين التكتك يا أخي يا أخي والله والله لقيت أشي معدلها.